معاه بحيث هيك بحال هذوك الماركات ما خصهمش. حنا مجتمع اسلامي وبحال هذوك الماركات ما خدامينش لينا حنا في البلاد. ماشي بحال هذوك ما عندهمش بلاصتهم ماشي هنايا. لا دتو انت ما خصهمش يجري ليه، ما خصهمش يبين له وجهه قدام الناس وتضرب له ضربه ما خصهمش يضربوه. انت حنا في بلد مسلم ما خصهمش يتعامل معاه بحال هكاك. المهم يستر هو داكشي اللي دارها حشومة ما خصهاش يديرو صافي. هادشي اللي كان انا مع الفكرة ديال تشويك السيد هذاك، حيت دار شي كيف ما قلتي لي دار شي حاجة خارج نقولوا ماشي يعني ماشي ديالهم هما، ماشي اخلاق داكشي اللي دار. وانا متفق معاهم بديك الطريقة اللي تعاملوا معاه بها. معاك تشويك اللي تشوه معاه 100%. لا انا ضد التعنيف اللي داروا داك السيد، ولكن او ميم طون ضد داك لوجيست اللي داروا واحد. داك لوجيست كيتنافى مع الاخلاق ديالنا، يعني غير مقبول وما يمكنش يدار اصلا. حنا مغاربه خص يكون واحد شويه الاحترام بيناتنا. ولا بغى يدير داك الشيء راه عنده حريه شخصيه يديرو في شي بلاد اخرى، ماشي عندنا حنا. انا من ناحيه داك السيد يستاهل طبيعه الحال، يستاهل حيت الله بالي يتشوه، الله بالي هذيك الحاله. هذاك التشهير اللي وقع عليه وداك العنف، من طبيعه الحال هذاك الشيء ما خاصوش يدار. وهاد البلاد ما جاش هذاك الشيء نهائيا، فهمتي؟ اسلع طال. ولكن حتى هو راه جينا البناني وعرفتي نهار البناني سي خو كلشي تيكون شارب الشراب، حتى الشراب خلى حتى هو تيغوض حتى هو عنيف. ماشي قلتي شي واحد هادشي تعدى على مول الموتور حتى هو يستاهل. ونكذب والله من ناحيتي انا بعدا يستاهل. انا ضد، لانه هو هو انسان كيف ما يكون انت ترزق في ديك الطريقه. الله المهم يدبر راسو. بالنسبه لي انا ضد، لانه بعد ديك اللقطه فهمتي الا جارين ومشوين وما عجبتنيش. واش فهمتي كيفاش؟ ما خاصهمش يديروا ديك الطريقه، يديروا المينوت يركبوه ديريكت فهمتي. وانا بعدا ما عجبنيش الحال، بقى في الحال والله يسهل عليه. وماشي اللي غنقول ما عجبنيش الحال، لانه كيفاش غنشرح لك؟ حتى هما راه بنادم كيف حنايا، هما بنادم هما هكا. قلت لك يعني ما عرفتش كيفاش نصرح لك. انا ضد هاد الناس هادو، هاد الناس هادو اللي كيديروا هكا ضد فيهم. حيتاش هذا حنا في بلاد مسلمين، ماشي هادشي هذا على برا يقدر يجينا عادي، اما في هذا في بلاد المسلمين راه هادشي هذا راه محرم في الكتاب ولا في السنه ولا في كل شيء، راه محرم هادشي هذا. ما يعني حتى الضرب اللي تعرض ليه ذاك النهار وهذا يستاهل. حينتاش الا خليناه هما هكا راه الظاهره بتكاثر، الظاهره بتكاثر وبيكثروا عندنا هاد الناس هادو، يعني المجتمع ديالنا بيفسد. لا ما خصهمش يجري ليه بحال هكا. اي واحد يجري راسو بلاصتو، هذاك يجري راسو بلاصتو زعما لا دار تا هو بحال هكا وشدو شي واحد راه ماشي بي. لا ما يلبسوهمش هما حشومه، داك الشيء يلبسو. حيت هنا في بلد المسلم كما قلت لك ما خصهمش يلبس هذاك اللباس بحال هكا. زعما هو راجل ماشي ديال داك الشيء، تجي تتيح في خيمه نتا الدراري الرجال الشباب بحال هكا ما خصوش يلبس هذاك اللباس. وانا كنت صراحه شي ما نعاونو ماشي ندخل في عنانيش، حيت حنا مجتمع اسلامي ماشي 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 بحال هما متبعين الثقافة ديال اوروبا وهكا، وما خدامش لينا حنا داكشي. الطريقة باش يصور بها مثلا رزقه، لا داكشي انتي غادي يسيختو في الاسلام ديالنا سكيل فيه، ولاو بزاف تاع الناس بحال هكا ويعني الفساد كثر شويه. بعدا منين داروا هذيك القضيه يقدر شي عتلا باش يدير شي حاجه غادي يدير فيها طونسيون من بزاف، غيفكر فيها فهمتي، يكونوا بواحد الطريقه اللي غير مباشره. وتا داكشي واحد اللعبه اللي داروها ما كانش عليه انهم كاع الناس يعرفوا فهمتي، هكا شويه خايب كان عليه لانهم يكونوا ناس قلال فهمتي. هكا بيناتهم داكشي يدي ويسترو، لان راه بزاف تاع الفساد عندنا وما كياخذوا شي امور اللي هي حيت جات مع فانداني داكشي. علاش واش بغيت نقول لك؟ المجتمع تاعنا اونتر بارونتيز فيه بزاف تاع الحوايج خايبين وكيبانوا شويه شويه مره. انا مع هذاك التشويه، حيتاش الطريقه هذه اللي داروا يقدروا يشوفوه وحدين اخرين يكون عبره لهم. وباقيش يتعاود هاد الفيلم هذا، ما باقيش يتعاود عندنا حنا في مراكش هنا، حيت هذا كيوسخ لينا الصوره نتاعنا كمراكشيين، كيوسخ لنا الصوره نتاعنا.
وهذا الشيء هذا راه حتى واحد ما يقبلوش في اي مدينه وفي اي بلاصه، وخصيصا حنا بلاد مسلم كي قلت لك هذا ما نقبلوش هذا الشيء هذا. هما ما كانوش عليه يجروا لي يعني بديك الطريقه، ما كانوش عليهم يجروا بديك الطريقه يدخلوا. قلت لك ديروا المينوتي جو ديريكت يدخلوا لا سميتو مي بديك الطريقه الشوه، وعرفتي بنادم السبان وشتي راكم تفرجوا في الفيديو والسبه اللي سبوا، لا ما عجبنيش بالعكس انا ضد. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.